أيها الآباء زوجوا أبناءكم. طبعا أنا مبسوط لأن ابني غير موجود لكنه سيسمع يوما من الأيام، فأقول أيها الأبناء الآباء زوجوهم، أعينوهم نعم حتى ولو كان ليس بوظيفة، فإن العفاف أجمل هدية تقدمها لابنك أن تقدم له العفاف، يسكن معك في البيت تصرف عليه لا حرج حتى يغنيه الله جل وعلا، لكن تطمئن إلى أنه بات محصنا فلا يلتفت قلبه ولا تلتفت عينه.